وادي الرؤوس المقطوعة، المكان الغامض اللي أمريكا وكندا بكل التقدم اللي وصلوا له ما قدروش إنهم يحلوا اللغز الخفي واللي كان سبب في قطع رؤوس كتير من البشر اللي قرروا المغامرة ودخول الوادي المليء بالأسرار والحكايات المخيفة. العالم اللي دخل في عصر التقدم التكنولوجي لسه عاجز قدام بعض الأماكن اللي محتفظة بأسرارها الغامضة، ومن بينها وادي غريب وغامض في كندا بيسمى بوادي الرؤوس المقطوعة. الوادي موجود في حديقة نهاني الوطنية بكندا، وبيعتبر واحد من أكتر الوديان الغامضة على مستوى العالم. فبالرغم من دخولنا في القرن 21 والتقدم التكنولوجي الكبير اللي بيشهده العالم، إلى أن أسرار الوادي ما تحلتش بسبب أن كل اللي اتجرأ ودخلوا كان مصيره الموت، والناس بتلاقي الرؤوس مقطوعة مفصولة عن الجسم ومرمية على ضفاف النهر. الوادي بيقع وسط الطبيعة الخلابة، شهد حوادث مرعبة كان أولها في بداية القرن 18 بعد وصول أول المستوطنين للمنطقة للبحث عن الذهب والثروات الطبيعية. في الوقت ده حذر السكان الأصليين لكندا المستوطنين الجدد من دخول الوادي، وإلا رؤوسهم هتتقطع وهيكون مصيرهم الموت وأجسامهم هتختفي ومحدش هيعرف يوصل لها. بس نقول إيه؟ الإنسان فضولي بطبعه ولازم يحشر مناخيره في اللي ملهوش فيه. المستوطنين قرروا إنهم يدخلوا ويخوضوا المغامرة ويعرفوا إيه اللي جوه الوادي، وبالفعل دخلوا وبنوا بيوت وحفروا مناجم ولقوا دهب في المنطقة، والموضوع ده أغراهم أكتر وأكتر. الطمع دايماً بيعمي عين البني آدم، والمستوطنين والمغامرين طمعوا فعلاً، وده بعد ما لقوا دهب جوه الوادي، وبعدها اعتقدوا إن في منجم كبير من الدهب والفضة جوه الوادي ولازم يدخلوا ويغامروا علشان ياخدوا الكنز الكبير. وهنا قرر بعضهم إنهم يدخلوا يدوروا على الكنز الكبير، بس الصدمة إن بعد أيام على دخولهم لقوا رؤوسهم مقطوعة ومرمية برا الوادي ومفيش أي أثر لأجسادهم، ومن يومها اتسمى وادي الرؤوس المقطوع. الحوادث الكتيرة اللي حصلت في القرن 18 خلت الناس يخافوا من الوادي وقرروا إنهم يبعدوا، لحد بداية القرن 20 وقتها ظهرت إشاعة إن الهنود الحمر هم اللي بيقفوا ورا الجرائم البشعة اللي بتحصل انتقاما من الأوروبيين والمستوطنين الجدد، وده بعد ما احتلوا أرضهم. وللأسف الإشاعة دي شجعت ناس كتير إنها تدخل وتدور على الذهب من جديد، بس المصير نفسه كان ينتظرهم ولقوا رؤوسهم مقطوعة ومرمية على ضفاف النهر ومفيش أي أثر لأجسادهم. ومن أشهر الحوادث اللي حصلت في وادي الرؤوس المقطوعة كان سنة 1969، وقتها اختفى جوه الحديقة الوطنية بشكل مفاجئ 44 شخص في ظروف غامضة ومحدش لقالهم أي أثر لحد النهاردة.